نعرف كواليس اكتر. خلينا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك زميلي امير، وتحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني اشيد دايما بتالقك على قناه النادي الاهلي. حبيبي يا فاروق ربنا يكرمك رب. كواليس الفريق النهارده، التدريبات اخبارها ايه؟ تدريب صباحي وفي كمان تدريب مسائي، الامور ماشيه ازاي يا فاروق؟ طمنا. خلينا نوضح الاول يا امير ان الفتره الحاليه والفتره القادمه طبعا بتبقى فتره الاعداد للموسم الجديد، فالتركيز طبعا على النواحي البدنيه النواحي القطعيه، فبالتالي الجهاز الفني للفريق الاول للنادي الاهلي قرر اقامه المران على فترتين، فتره صباحيه ثالث هتبقى النهارده ان شاء الله، وايضا التمرين غدا هيبقى على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. كويس. الفتره الصباحيه ابتدت الساعه 9 بمحاضره فنيه من مستر مارتن لاسارت كما بعض اللاعبين علشان يوضح سيناريو الفتره القادمه وشكل التدريب وشكل الامور اللي هيسير عليها التدريب الاهلي خلال الفتره القادمه. بدا المران وفي كان في جزء من المران قاده مستر أليخاندرو مخصص الأحمال، طبعا حاطط برنامج علشان اللعيبة هتمشي عليه خلال الفترة القادمة، وكان هناك جانب خططي لمجموعة قادها مستر كاستيان المدرب المساعد للتركيز على اللعب من لمسة واحدة وبعض الأمور الفنية والخططية تعلق فيها بشدة يعني لاعبي النادي الأهلي، ومجموعة منضمة أمير من فريق الشباب في النادي الأهلي. قول لي بقى أساميهم، أنت أكيد ملم بيهم يا فاروق بشكل كبير، قول لنا أبرز اللاعبين المتواجدين مع الفريق من الشباب بالتحديد مين؟ موجود معنا من فريق الشباب يوسف علاء، وانا يعني خليني اوضح لك اللاعب بمركزه برضه عشان كويس من مهم مهم طبعا اتفضل مهم جدا يوسف علاء ده كابتن فريق الشباب النادي الاهلي وبيلعب في الجناح الهجومي الايمن والجناح الهجومي الايسر. تمام. موجود هشام شعبان، هشام بيجيد لعب في مركز راس الحربه وايضا مميز هشام بصراحه الجناح الهجومي الايسر. موجود فادي فريد، وفادي فريد ده مهاجم صريح فادي. موجود عربي بدر، وعربي لاعب مواليد 2001 وبيلعب في مركز قلب الدفاع وبيلعب ايضا في مركز ديفندر في خط الوسط. موجود محمد عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم ده قلب دفاع فريق 99. موجود مصطفى عزت، مصطفى عزت لعيب جوكر يعني بيلعب في جميع مراكز خط الوسط، بيلعب ديفندر، بيلعب على الجناحين، بيلعب تحت الفراوده. ده لاعب ايضا من اللعيبه المميزه مصطفى عزت. كويس. موجود صلاح اوتاكا، وصلاح اوتاكا لاعب خط وسط مدافع. موجود الحارس فايز 99 رمضان ابو حطب. موجود معاهم في الفريق موجود مش عماره، مش عماره قلب دفاع فريق لعيب مميز برضه مش عماره، مش واحد من اللعيبه، واحد من اللعيبه اللي بيتكلم معاها مستر مارتن لاسارت كابتن سيد عبد الحفيظ. كويس. المجموعه تركيز عليها خلال الفتره القادمه. خلاص بعض النصايح بياخدوها ايضا من اللعيبه من الموجوده معاهم في المران، في تركيز على مجموعه فريق شباب النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتكون هي خير امداد للفريق خلال الفتره القادمه. طبعا المرحله المستقبليه بالنسبه للنادي يعني ده شيء مهم جدا جدا. كلهم مسافرين مع الفريق المعسكر يا فاروق؟ ها بالظبط كلهم يا امير، خليني اقول لك ان هم كلهم مسافرين ان شاء الله مع الفريق. احنا حاليا ابتدى المران المسائي، ابتدى صلاح الساعه 6، كان مستر مارتر لاسارت اجتمع برضه مع اللاعبين لمده 10 دقائق، اتكلم مع بعض مع اللاعبين في منتصف الملعب بعض الامور وجهها. خليني برضه اقول لك نقطه مهمه جدا، كان في يعني نقدر نقول اجتماع بسيط مصغر كده ما بين مستر مارتن لاسارتي وصلاح محسن، بيديله بعض التعليمات وبيكلم صلاح على الفتره القادمه، وان هو واحد من اللعيبه اللي يعتمد عليها وناوي يعتمد عليها خلال الفتره القادمه، اجل التجهيز النفسي لصلاح محسن ليعود من جديد لخط هجوم النادي الاهلي. الامر الثاني يا امير خليني اقول لك ان زي ما قلت لحضرتك ان المران هيبقى النهارده وغدا ان شاء الله على فترتين، هيبقى في لقاء ودي للفريق ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله الاربعاء القادم. هيتم تحديد طرف اللقاء. هيكون هناك راحه يوم الخميس، والسفر ان شاء الله هيبقى فجر يوم الجمعه القادم للمعسكر الاوروبي، وتم التحديد او التنسيق لثلاث لقاءات وديه هتقام خلال المعسكر. تمام. طيب فاروق عايز اسالك على مصطفى شوبير، لان عندي خبر ان هو ما شاركش في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي واكتفى بالتدريبات في الجيم، هل عنده اصابه ما مثلا او بيريح او الامور بالنسبه له ماشيه ازاي؟
لا هو حتى التمرين المسائي مصطفى شوبير ما شاركش فيه واكتفى صباحا باداء بعض التمارين في الجيم، كان حاسس باجهاد وفضل الكابتن طارق سليمان ان هو يديله فتره راحه، فمصطفى النهارده واخد راحه من التمرين، لكن ان شاء الله هيبقى موجود من الغد ان شاء الله في المران الصباحي والمران المسائي. وبالتالي رمضان ابو حطب الحارس فريق الشباب 99 ايضا موجود، لكن اكتفى في احمد طارق سليمان اعتقد برضه، واحمد طارق سليمان موجود ايضا، لكن اكتفى مصطفى باداء المران بعض التمارين في الجيم في المران الصباحي وايضا المران المسائي. تمام، انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي.